السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة ولعبة جديدة في مسكة خط، وهي Call of Duty طور قصة. اي انا شفت أي. انا شفت الكامبين من البداية يا غشاش، واضح انه شكله طيب. اوكي شكله طيب. طيب صوت يلا. اللعبة كيف نسمع؟ نسينا صوت اللعبة. اي خلاص راح تدري معي السماعة. لا لا في 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 في, في صوت، بس عشان في القائمة الرئيسية يقول لك في اشياء ما ينفع او ما ادري كيف. اي اندرستاند، احنا حاطين البث 18. لا لا بس دمو عادي عادي عادي. انا بلعب على الاقل من النورمال، لان النورمال والله تلزعت والله تلزعت. هنا الظاهر يقول لك هنا يقول لك ما تشوف الهد، يعني الرصاص والمسدس ما تعرف كم عندك، تعيش وضع صدق بس استهبال. يو ويل نوت سرفايف، هنا ما حتعيش كذا بالعربي. يو سكيل ويل بي لا انا انا نو انا نو انا انا نو انا نو انت نو. والله صار قصه استهبال يصير ام بوت. او اي ليش بحط السبتايتل؟ اوف لبس اتحاد صح، لازم نهاجم الشركه. ايوه القتالة اتحادي الوصف. نحن الخدم. اوب معلش يا اخوان 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 اخوان. يدخنون كمان اتحادية يا الله، شو سمعتكم هذا اللي بيذبحون ولا لا؟ اوكي هذا ارهابي والله. مشكلة الكورة العنصرية. العنصرية تعلمون العنصرية شو يسمونه؟ التعصب. التعصب الرياضي. شوف يجلس بين الناس البيكاديلي هذه في لندن. قصص لندن يوم انه يفلمون. والله ما ادري بس 24 hours before يعني فاردن فاردانس خويان روسيا ولا قريبه من روسيا وهذول البشكه معروفه. ما بسالف اي دوله بس انا ماني متاكد حتى وين. من بيت شرق اوروبا. اي طيب الحين بنهاجم قريه الظاهر. ايوه وتخش على اللوتنت وتفصل عليك الومن باور. اي تبع تبع ذكرني باللاب سبتايتل. ذكرني بالساب تايتل. اي بيها ساب تايتل مرة. برافو 6 اي روشن ارمي. اي الشاشة دي فيها جديان انت اي واحد انت هذا اي وهذا انا بس ماني عارف اسمه. رجال واضح انه رجال. يلا اوبشن اوبشنز جنرال اتوقع ممكن او اوديو. لا شوف شوف الساب تايتل في ساب تايتل حقة الكاتسينز يمكن تكون موجودة، بس اذا مو موجودة هنا ف اتوقع خلاص. خلينا نشوف ما في عربي. عربي نسينا نحطها الحلقة الجاية ان شاء الله، لان مشوار عشان نحط عربي. الا اتوقع في عربي الا ابوي بدت. شوف البي سي هنا حق البي سي توني انتبهت له. وشو حق البي سي وينه؟ اوديو ولا اكاونت؟ لا لا كنترول كانوا حاطين اعدادات البي سي ما ادري فين. خلاص ما علمت خلينا نكمل. خلينا نلعب بس يمديك تشبك في ماوس كيبورد. اه شوف تحت يقول لك اول هاند. هيتمان. اوه الفريق حقنا اسمه هيتمان. راجر اليكس. اخرب عليهم. انت اليكس شوف فضحته بالنور. تولع النور نظام خذ ذا لايت. شوف يقول لي خلاص طبعا عليه النكبه. بعدين فوق عندنا عشان تسوي سكوب تفرج. كيف اجلس مره ثانيه كذا؟ اكتر اكتر عشان استرخي. طلق جرب جرب جرب. سلام عليكم شباب. ما عليك وياك كلير. ما عليك الله خربت عليه. المفروض هو يقول لك اطلق. اي بس كويس انه عليك انا اطلق. طيب فك السكوب. اي سبوت هذه هذه مهمه لعبتها تحددهم. لا بس مو زي حركات ديفيجن ولا شادي. لا لا للاسف. شوف السنايبر هناك. الليزر يا ولد يا ولد يا فضيحة. وين ذا نفس السلاح يا حيوان يدفك؟ لا قاعد يفك بالليزر هناك ما ابغاهم يكشفون. اوكي كول ان اير سترايك. بلو فايكنج 5 ذيس از ايكو 3-1 بلو فايكنج. شوف ما جبت كل ستريك من قتلتين. اي شوف 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 المنظر ذاك حلو لو تشوفه مره استهبال. دقيقه
هذه مره خرب شكل الصراحه. اوكي كميه الجراج والاضاءه كيف والله ضبطينا المره مره ضبطينا. برافو 6 ليتس جو كم اوت. يلا شباب افتح باب. ما هي مو راضي. فك الباب فك الباب ناشب لهم. فك الباب خلهم يفتحون الباب. كيف يدلع يا اخي يا خير. استنى هو من هنا. ايه من هنا من هنا من هنا هو من هنا هو من هنا هو. في واحد هناك تبغى نبدا فيه. اي يسار 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 في واحد يسار. كمل يا عيال. الله عليك يا عيال كملوا. الله عليك كملوا مجزرة. كملوا يعني يا سلام. أسوأ والله مخرب أم التشكيلة. روع روع عيال عليكم. اي 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 الحين نخش في المعمع حقته. اي ايش يقول لك دي استنى فيها اسلحة هنا معايا بيست. اوكي خلي البيست خلي البيست نختمها كذا بسرعة. تيو 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 كاتم بعدين في طلع يا عيال. ايش ما ادري ايش قاعد تدور في جراج. اه شوفها محترق الحين يقلب زومبي. مات يا مات استبعد مات استبعد صح ما في موت زومبي في اللعبه هذه. اي اي حطه بدال الكوب. اتوقع الكوب حلو ترى. انا استمتعت بالكوب حق مودرن وورفير 2. انا تشيل سلاحك شايفك مسكين قاعدين كويس رحمته. لا كان بيحاول يرفع سلاح. عليك بالمسدس دي دي دخول قوي. لا ها ها واحد ما زالي مقفل يا حرام ما راضي. فكوا لي اياه تكفى شباب. كذي ينفك شوف. لازم زرادية. اسمها زرادية دي ما ادري ما بصراحه. ما متخفين وانت ها اخر عيال فكوني سبكوني عليه. ما عليكم سيبوا الموضوع عندي. ايوه هذا من قنبله. اوه لا هذا معاه تعرف الرشاش الكبير. طيب وينه؟ سكيور ذا جاس. ما عليك حنفجره في النار. انا اشوف واحد فوق هناك. شوف شوف اللمبه. اي كتلنا بمسيف. الله عليك غير سلاح بالله. قاعد تجيب العيد. طيب يا الله بالرشاش دي خلينا نخليه اوتو فاير. فانا الثاني يبغى له خلاص. سيت داون ذيس از امريكا سولجر. شفت هذا اللي فوق اللي قاعد اقول لك عنه يا اخي. هذا ما رشاش كبير والله من تحت. ان ذا ميدل ريس ريجن كريبلت ان ذا ميدل ريس ريجن. مو رشا شلون بس هم حاكمين هنا رشا. الدمعه حقتك ما فعتك. اح علي اح علي بسرعة. وينه ذا؟ وينه؟ مات؟ يا ابوي استنى 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 ايش الحديدة ذي الغبية اللي هنا؟ هذا مستوى وش هو الحين ايزي ولا هذا اقل من النورمال؟ اي اقل من النورمال وشايف كيف يلسعون الواحد. اوكي انت زلابة مات. يلا موف 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 موف. ايوه شوف يسار يسار فين يسار؟ الباب فين في الباب هناك؟ اي صح بس ما تشوف صح. جاك جاك والله مره ما تشوفه. اي والله والله عندي مشكله في النظر. موت وين نظارتك؟ موجوده. طيب قاعد تجينا تسجل معنا. اي والله المفروض فشلنا صح. بس ظلمه يا اخي بالقول واحد يشوف مخلينا واقعيه. ايه بس واضحين يعني معليش. مو واضحين انا قاعد اشوفهم والله من عندي. اوكي انت فنان. انا عندي نظر تعال. اوكي ثروك الريد يا ابوي قد كبر. لا مين مو كان يميني والله كان يميني. يا اخي خليك عيون انت فين وفين جاء. الله يعين لانك لما اقول لك يسار ويمين انت ما تعرف وش اليسار وش اليمين. الله الله ان شاء الله هذا مع الخلاط. ترى قرنيت فين؟ طب اوكي رفع يلا ها يعني موت واحد من الصحاب. بس يعلمك بس يعلمك.
تخيل من يذبح وتذبح واحد من النوم وحوحوحوحوحوح شو اللاقي ذا ما في احد تخيل نمسك الام جي هنا اوه الام جي هنا هذا هو حقه اي الكلام الكبير نبغى تان 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 محلك محلك انت يا محلك يا ساتر محلك يا ساتر خلاص اوكي تمام انا اخويا احمد ربك يعرف عليك لا 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 عشان نعشك ولا كانوا والله رايحين فيه هذول الضعاف فار 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 حط رجله يا اخ اخي واسخ اه ما عندي رصاص يا الله وش سلاحك ثاني البستل لا من رشاش غيرت البستل عشان اسوي تن 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 فك الباب شباب بالله يلا يلا فكوا شو قاسون ماسك كمان عشان في غازات ايه ايه انتبه على ما احنا يعني خلينا اخش اوريكم كيف الدرع روسيا وسوريا والغاز والفيلم فلاش وخر وخر شفتك وينو من وراك مو وراي مرة ما في شيء هذا هو حيوان زفت وينو 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 والله ينفع لك انت ذا النظام ذا فلاش فلاش وبد مطلق وبس تجيهم طلقة على الاقل ماتوا كلهم اي والله بعدين طلع وينو وينو فوقي يا حرام يا حرام فوقي فوقي طلع والله فوقي. يعني ما ادري كيف دخلت ذا الوحده لا شكله قالوا لا مو ماشي بالبركه يوم جابوك ماشي بالبركه واضح انك بالواسطه جاي لازم اشغل الكهرباء صح لا بس بواسطه بس اني قاعد امشي صح يعني تسليك وضعي بس ادي الواجب مت مرتين ما مات بنعرف وما يا الله قد يكلم يطلق على جثته لازم لازم راح يتذكر سوايب سواب ولا سوايب سواب سواب على اساس تغير سوايب عينه سواب برضو انك تاخذ عينه جاك باك لقينا الغازات يلا عيال يلا يلا عيال طفوا اللمبات سياراتنا ذي خلاص الظاهر لازم نمشي وقف يا اي اي كم معاه اي شوف النور ليه هبين اركب انا ابو افتح الباب والله العظيم عبط عبط فيلو ذا القصه شكلها حلوه ترى والله والله شكلها حلوه والله يعني شوف من المهمه الثانيه حتعرف انه القصه شكلها اوكي خلينا نصبر للمهمه الثانيه عشان نستوعب يا الله اكبر فجرانا لا هذول روس اي روس وش هي ديمتري يا حرام ديمتري الخاين اي 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 ما عليك اي ما عليك السلام عليك انت ما عليك معانا يا اخوي ما عليك ما يموت امريكي ذا ما يموت ما يموت اي شوف كيف لسه عايش انا امريكي امريكا امريكان يا سبرات سكاي اللي كي حقهم عاد شوف موجود ها لوتنت كم كوكلي ها نترشد مارينز امريكانو لازم نحط رجل لازم نتحرك يلا 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 اسهل كلمة للأجانب دي يلا يلا استخدموها في كل شيء يلا 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 ايش بقى ترى يعني شاهد وش الغباء يعني ترس يعني شيء اكيد سهل يعني معليش حركات الامريكان دي اللي غصب يعيش طيب حطوه تحت سياره شيء على الاقل يعني اربطوه في السياره مبين يعني وذبحوا اخوياه وبعدين اكتشفوا انه جنبه يوم قال امريكان زعلت زعلت عاد ما مع سلاح طيب مع سلاح امريكي اكيد مع سلاح امريكي اوف نوت يور كول اوف 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 جات حرمة ثانية عشان تبين وومن باور ايه اسكت يا رجل ارجع المطبخ اوف والله سكتوا قوي يا حرام ايش بك يا حرام ايش بك
قوة يا حبيبي انس وهذه قوة هاشتاج فمنزم اي اي ماني عارف مين اعلى من الثاني هنا هذه هذه غريبة ولا في هذا بس ما يحبون بعض وي ترايد اوكي جيت مي بيتر ويبن جيب لي سلاح احسن زعلت 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 اوه جوال يدق لا قد يهز يلا طيب طيب عشان شوف دحين السنايبر يلا طلقة لازم تسخي بس كابوس كابتن برايس يا حبيبي برايس مين برايس هذا هو برايس حق مودرن وورفير 1 و 2 اوه على اساس اني مثبت ام القصه هذا الايكون حق كور اوف ديوتي هذا ايكون كور اوف ديوتي على اساس اني مره يعني احسن قصه في العالم ذي بثبت شخصيات كابتن برايس يا حبيبي هذا انا عارف كور اوف ديوتي اني ادخل الحين رجعنا للبريتش هذولي البريتش رحنا لندن الحين في لندن اوه خمسه اوه قبل ثلاث ايام ذي صار كوبي ذا اما والله 25/10/2019 صارت ما صارت قبل ثلاث ايام يا الله على الاصدار ولا 25 اصدار كول اوف ديوتي والله يستهبلون الاصدار حق اللعبه ويبنز ان فيو شوف كذا واضح عيني عينه كذا بس كذا اسحب الشقوق قدام ظبط ما علي لا والله السياره عليك لف سايد ليتس جو ميت وما استوعبوا ذولي مرة وخر انت الثاني مو وقت هذا هذا لوك اوت بريز بوت يور هاندز اب بوت يور هاندز اب اوه حط رجله اف اقتله يو بروك ذا ايش ايش سوى دونات شوت مدونات شوت هاي معاهم قنابل يا اخي انجيجمنت ايش هذا ذا معاهم قنبله بيفجر امي اي اي ما تطلق عليه فيسرون انك تموت اول شيء بعدين تطلق اي اوكي فجر اوكي يا سلام عليك اي بعدين نبدا نطلق عليهم بعد ما قتلوا نص الخلف أيوه خلص يلا وخر انت وياه وخر على قنبلتك اخ ما عليك عليك القانون الاول القانون الاول والله جبتوا العيد خليتوهم ينفجرون ولا سويت شغلكم صح فين نروح يا عيال في طلق شكله يسار يعني والله امشي قدام انت وريني في دخان بعدها في ناس شوفوا شوفوا فوق فوق وخروا اوه والله يذبحوا عالم اي عشان كذا كتبونا في البداية I understand وخر انتو اياه وخر وخر يا ابلة كل واحد مرة يجري اللي عبل عندك راوند يرجع ارجع انت الثاني قطارك يا معفن ليه مو راضي والله مو راضي يعني تجروا وخلوا ناس يموتون مره ثانيه لان ايه الجزء السادس ايه وكانت مشكله ذيك حقت نور ريمبر نو رشا ايه والله ذيك قلبت الدنيا مو قاعد يطلق هذا بس بس خلاص قتلت ناس بدون ما في كفايه الى متى؟ ايه الى متى؟ شوف مين يتكلم من اول يتكلم هذا ايس كريم صح؟ اي ايس كريم ان شاء الله دال الطريق هذه المرحله لعبتها اي والله تعبت في البدايه تعبت ماني عارف ستوب 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 اوكي في البدايه تعبت كل شيء اقتل المدنيين ماني عارف دراجنوف طب حدد لي مواقعهم ايوه خليك انت الرادار حقي لاني ما اعرف احدد شوف عند الباص ثاني واحد هنا شوف هنا سيفيليانز هذا لا ما ما مو ماسك شيء ماسك سلاح اي ماسك سلاح هذاك لا هذا مو ماسك هذول مساكين سيفيليانز ما كان ماسك سلاحه مصوب على ذاك لا ما مد يده ما مد يده ما مد يده على ظهره اوكي شوف مره ثانيه شوف جاسين زي ما هم مساكين طيب اوكي حاط يده على تحت شوف شوف الشرطي جنبهم يا بريطانيا وش تتوقع منه هي جا جا كل مره هي اتكفر خلاص تاكدنا يا الله يا الله ها عجبني الشرط قاعد كذا ويحاول يشيل هذا و... حيوان اه ما عندي رصاص برافو سيكس يا عيال ايش قاعد تسوون انت عاد اوه خلاص وينهم بس رشهم رش لا تطلق المدنيين يا اخي لا تطلق المدنيين اي اي اوه طاح من فوق فيلم امريكي دقيقة استنى استنى الشرطي قتلته والله قتلت الشرطي والله مات الشرطي ذا بسببي هذا
ما عليك شرطي لا عادي تقتل عادي بس ولكن المواطنين انتبه اهم اهم المواطنين. فهد جيش يقول قاعد يقول عمران يعقل. لا 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 عادي لا لازم تتصرف مع الارهابيين زي كذا يا اخي لا تنادي قدام شباب اوه تعجبني يوه القبعه ارجع ارجع سيارة يا حرام والله السيارة بتنفجر فقع فقع والله والله جابوا عيد يعني يوم انهم خلوا الناس تموت كذا كذا يا لطيف متاكد متاكد بيجيك تعرف اللي حقين امريكا ذول الحكومه بيقولون اوه هاي تحرض على الارهاب وقتل الناس الابرياء والله حتصير والله حت انتحاري انتحاري وخر ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا العن شكلك يا حيوان برضو طلقت على رجوله والله داعش يسوي مو زي حق هذا شكله مرة على المرتبة الأولى طلع في التخرج في المدرسة حقته طالع الأول من جريته. أوكي شباب خلاص احنا وضعنا كويس خلصتوهم يا الله ماتوا زيادة ماتوا زيادة يعني هم كانوا ميتين وماتوا زيادة ما عند رصاص حرام خلصوا خلاص ما منكم فادي يا الشرطة البريطانية طفشانين ايه ارجع 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 السيارات والله فجرها ما عندي رصاص اكي هذا ايش بيسوي يروح انت في سيارة مفجرة ايه ايه والله هم الشرطة لندن دوري رحت يلا يلا فالمهمة دي والله تعبت والله يا قتلت سبيلينس في البداية ايه لا لا امريكا دائما يحمون بعض كابتن برايس هذا كابتن برايس هذا برايس اللي بيقلب عليك بعدين صوته فخم والله صوته فخم كابتن برايس سوري كاريك ويذ مي ويذ مي ويذ مي ميت تلاحظت انه طلع اللاين حق برايس بعدين اللاين حقك وبعدين رجع لللاين هذا في تسبق في السب تايتل صح شطحه هذا ايش؟ جهاز اكتيفيجن اكتيفيجن عرفنا التسويق حقكم عرفنا حاطين جهازهم الجديد حركاتهم تخيل يحطون الليك حقهم هنا هنا قرار حلو او بهيك اوكي يا حرام مقفلين بقفل تلحيم حتى تلحيم الوضع او انا سي ماي جاز ست خمس ثواني والله ما تقدر بخمس ثواني ما يمدي ما يمدي ما يمدي ارمي جيت اوت ميت صح في باقي السبلينز ممكن يعيشون تعجبني قرار صحيح بس انا عجبني التلحيم ملحم كذا واحد حداد مسوي لهم اياه شغل اللي ما عليك انا اسوي لك اوكي خسرنا واحد بس كم عيشنا؟ سبعة؟ تسعة؟ ثمانية؟ تسعة؟ تسعة؟ لا ثمانية تسعة اشخاص احنا دايما صرنا واحد ما تضحية تسعة لا اشوف ان التضحية تستاهل يعني ويو 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 كم مشينا نص ساعة؟ اي خلاص هذه المهمة حنوقف بعدين المهمة الثانية في الحلقة الثانية في المرة الجاية بعدين عندنا كمان فكرة الكوب ودنا نلعبها انا ودبي خدت مهماته علمونا اذا ودكم اي نختم المهمات طبعا على اسهل سهولة حتى اسهل صعوبة اسهل صعوبة اسهل سهولة ايه شايف شاركك بالمستوى الرهيب ذا ايه شو زعلان من قرار حق كابتن برايس حتى ربك يعني موتهم كلهم يعني لا لا بس عاجبني شوف كيف رسومه يا اخي والله ظابطين والله ظابطين بالذات وجهه ذا يعني اي بس كابتن برايس مره ظابطينه اكثر واحد اي لان انا اكثر شخصيه بتطلع اي هو اللي يعتبر يعني تشوف الحبوب السوداء اللي على خشم هالدرجه يخرب بيته اي لا 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 الجزء هذا هذا تعبوا عليه الجزء هذا واضح عليه تعبوا عليه انا بالنسبه لي اشوف يمكن الى الان طور القصه والكوب ممكن يغطي على الملتي بلاير بالنسبه لي انا الملتي بلاير ما القتلى كليمينج ريسبونسبيلتي القتلى بس شايف كيف التغير في البيئه الوانها شايف كيف مطلعين الوانها صح يعني لندن شفت كيف ظلمه وحلوه وجايه لا هنا 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 ضبطوها مره
وامان با يعني اتفهم يوم كانوا امريكا اي بس جيت المدن ايست وحاط لا احنا تفتحنا مدن ايست ايش بك حاط لي حروه كقائده ارهابيين يعني لا. ما تقعد تلعب علي معليش انا معك انا معك بس ما هي قاعده اسم الحلقه هاشتاج فمنزم تبغاها كذا قرارك قرارك هذه هذه حقت ال ايش يسمونهم فرح مو 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 الارهابيين الثانيين ال المقاومه إيه هي من المقاومه اي ريزيستنس ولا اللي هو المقاومه شوف حتى هذا ضابطين وجهه هو ممثل ذا ولا معروف يو اس اي تتكلم عربي حبيبي يلا يلا دي يقول شيء عربي ودي يا اخته اللي تقرر يعني معليش معليش خلينا نسمع شيء يقولوا انا ما سمعت اول مره لا لسه لسه تحت السيطرة تحت سيطرة الروس احسن خط العربي الله يرضى عليك ما ابغى الديفولت الديفولت هذا ما يعجبني كويس الحمد لله على الاقل مو اللي مقطع ولا يلا ايش يلا نقتل يلا نقتل يا عمران لا كاتب لك سبتايتل ثاني ان عربيك ونفسه اصلا بالانجليزي يلا نقتل يلا نقتل ليش لا بس نكمل هذه المهمة في الحلقة القادمة. أي. ويا بنت ورش. أي. فيعطيكم العافية المتابعة إن شاء الله عجبكم الحلقة الأولى وإذا عجبكم لا تنسون الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة والنشر وأيضا الكومنت علمونا تبغون نكمل فيه ولا لا. فيا هذا كل شيء وشكرا. سلام.